مالك يلا يا شباب، الجيش الحر يقومون بنقل الذخيرة من مستودعات الكتيبة. معركة بواب الدرعة. بسم الله، الله أكبر. بعون الله تعالى تم تحرير كتيبة عتمان المنطقة الجنوبية ولله الحمد. وقادمون، وتلقى على راسك يا بشار الأسد، جايينك بعون الله. الله أكبر، الله أكبر، تكبير، الله أكبر. ليش بتجايبين معك؟ كنا خلقنا وكملنا. سيارة سيارة، فوت لجوا لهون. ارجع رانية، ارجع رانية. لا لا، الضرب هيك الضرب. يلا يلا ابو حمزة، طالع لي من عندك كلها هاي، عملت كاتب كلها لبرا. كل شيء كل شيء بخصوص السلاح. اول شيء فيهن مازوت برا. بسرعة إلى مستودعات الذخيرة من مستودعات قوات الأسد. هذا الرشاش غنيمة. صور يا مالك، قول هذا رشاش. هذا رشاش غنيمة آل الأسد. يلا روح على السريع حطه. يلا مالك مالك، وينك؟ لا تمشي السيارة غير تاجي. ها ابهاني هون، ابهاني شوي شوي. مين من جماعة عثمان؟ غنم الاسد. هات 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 واحد طويلة. حرام تبدل يا ابن الحلال، والله العظيم حرام. احنا بدنا نفوت لجوك. والله حرام تبدل هاي برا. احنا عشان الله بعدين هسه يا اخي. يلا روح يلا. الزندشيه وجهنا ناس. حرام شو هي شيء صورة يا زلمة. اخوي هاي خفيفة خفيفة مثل ما عندي. بس هيك شيء. بسرعة يا شباب يا حبايب. موسى! الجيش الحر يقوم ابو سامي بإخلاء مستودعات الذخيرة من مستودعات الأسد. بس هذا بده ركض مضبوط. يلا سبطانة، يلا سبطانة سبطانة سبطانة. لا تنتهوش من واحد يا شيخ. ابو ايمن، ابو ايمن يلا مالك بك شيء يا شباب يا شباب. بك شيء مالك. يلا يا شباب. الله أكبر الله أكبر. باروده وين وين وين. يلا يا شباب. وين ابو ايمن؟ خالد خالد. الله اكبر. ها هاك مخزن خالي. هاي مخزن، هاي مخزن. الله اكبر. صدام صدام نادين صدام. اصف على الكتيبه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فيك شيء نوح؟ فيك شيء؟ يمكن بالعربة ما ترد؟ فيك شيء؟ لا يا زلمة ما بعرف. طحت بالأرض ظهري. كان في واحد بالدبابة شرشور بالسيارة. هذا ما ينبو على الشباب. هو أظن جنن. يا إبراهيم تعال اقعد عند براء وخلص. تعال لهون واسكت. ما دخلك.